دكتور خليل صباح النور. يا صباح الفل، كيفك اليوم؟ ممتاز. يعني دكتور خليل، لماذا طرح موضوع الاغتصاب الزوجي الآن؟ ولماذا نحن أمام رافض ومؤيد من قضية إنسانية بحتة؟ في البداية نؤسس لفكرة مهمة، أن نقف مع العنوان يا هبة. نعم. كلمة الاغتصاب هي نقيض لكلمة الزواج. الاغتصاب يقوم على القهر، يقوم على الغلبة، يقوم على الاستبداد، يقوم على أخذ شيء بغير وجه حق. الزواج يقوم على الألفة، على الاتفاق، على كل شيء، على طبيعة الحقوق وكيف أدائها والواجبات وكيف الحصول عليها. الأمر الثاني، ننتقل بهذا العنوان إلى الواقع. الواقع للأسف يجمع بين هاتين المفردتين المتناقضتين، الاغتصاب الزواجي. فالواقع مليء بأشخاص يأخذون حقوقهم سواء من طرف الرجل أو المرأة، الذكر أو الأنثى، الزوج أو الزوجة، من خلال الاغتصاب، ويعتقد أن هذا حق له بغض النظر عن الوسيلة والطريقة. الأمر الثالث، هذا الموضوع يناقش نفسيا، تربويا، أسريا، ولكنه لا يناقش دينيا، لا علاقة للنصوص الدينية فيه. وأجيب هنا على سؤالك الكريم لما قلت أن الموضوع قد ثار في الفترة الأخيرة. نعم، لأن الفهم لطريقة تناول هذا الموضوع هو الذي أحدث إشكالا عند الناس. نعم. البعض يريد أن يدافع عن النصوص والآخر يتهمها، ولا علاقة للنصوص بالأمر كله. نعم. طيب، إذا ما تحدثنا عن هذه الحالة، الاغتصاب الزوجي بالتحديد، لماذا يلجأ الزوج أو الزوجة للإكراه بالعلاقة بعيدا عن النصوص التي تحدثت عنها؟ يلجأ الرجل أو المرأة إلى هذا الإكراه، وهو عند الرجل أكثر، لأنه يعتقد أن هذا حق له ويجب أن يأخذه بغض النظر عن الطريقة. اثنين، لسوء التنشئة الأسرية والتربوية، للطريقة التي حشد من خلال العادات والتقاليد التي وضعت في عقل الشاب من خلال كيف يدير العلاقة الزوجية، والمفاهيم التي تغرس في رأسه بزوايا نظر متخلفة أو غريبة وخاطئة جدا. فهو يأتي إلى الزواج لا يحمل في رأسه فكرة السكن والمودة التي هي حصيلة الزواج في مبدأ القول ومنتهاه، بل هو يأتي إلى الزواج محمل برجولة واهمة لكي يقوم بأخذ هذه الحقوق، ولا يعرف إلا طريقة الغصب التي نشئ عليها. نعم. طيب، كيف بيأثر الإكراه المتكرر في العلاقة على الزواج والأطفال أيضا بحال وجودهم؟ تماما. في البداية لازم احنا نكون عارفين، لما نحكي عن تأثيره بدنا نحكي أول شيء على الأفكار اللي تكون مغروسة في رأس الرجل. نعم. أو المرأة في هذا الموضوع. الحاجات الفسيولوجية أو البيولوجية، الأكل والشرب والجنس، هذه القضايا ليس عليها مساومة ولا ينفع أن ندخل إليها من باب الضغط، لأنها ستؤدي إلى مشاكل كثيرة على المستوى الجسدي والمستوى النفسي والمستوى العلاقاتي. العلاقة الجنسية بين الزوجين يجب أن يكون لها مقدمات كثيرة، وحب ولطف، ويجب أن يكون خلالها كذلك الحب والعطف والرومانسية، وحتى بعد أن تنتهي العلاقة الزوجية. فكيف إذا دخلنا إلى هذه العلاقة الزوجية ونحن يعني نعتقد أننا نحصل على حق بغض النظر عن الطريقة والوسيلة؟ فتكون الآثار من قلق واكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وهذا سيؤثر سلبا على طريقة التعامل مع الأطفال. يعني إذا هم ما شافوا هذا الموضوع، لكن من الممكن، هو الوضع الطبيعي أن تكون نتائج العلاقة الجنسية راحة نفسية، انطلاق في الحياة، تشبع، يكون الإنسان منطلق، وجهه مستنير، مضيء. لكن عندما تنتهي هذه العلاقة بهذا الشكل الاغتصابي سيكون لدينا مشكلة كبيرة. هنا وقفة بس متأنية إذا سمحت هبة عند موضوع المصطلح والاغتصاب الزواجي. البعض يقول لك يجب أن لا يثر حتى لا يصبح مركوزا في عقول الجيل أو الشباب أو البنات. نقول مشكلتنا في هذا المصطلح أنه انتشر في عالم الانفتاح ولم يعد هنالك أبواب مغلقة لا نستطيع أن نثيرها. فجئنا اليوم نتحدث عن علاج لظاهرة انتشرت ولا نستطيع أن نثيرها من جديد. الأمر الثاني أو الثالث اللي هو في غاية الأهمية نقف عنده في هذا الموضوع، إنه يجب أن نقول، شكرا هبة، أن يجب أن نقول إنه فكرة النصوص، لأن البعض الآن سوف يعلق على هذا الموضوع، نقول أن أي نص
يخدم هذه الأفكار الأشخاص المهاجمين لهذه النصوص، نقول لو وضع من ضمن كل النصوص لكان في مكانه الحقيقي والصحيح، لأنه مرات ينتزع من سياقه أو ينتزع من ظروفه فيظهر هذا النص على أنه عنده مشكلة أو يحرض على هذا النوع من المشاكل، وكذا الكلام غير صحيح. كل النصوص الثابتة سواء كان في القرآن أو صحيح السنة هي كلها من وجهة نظر نفسية وتربوية تؤدي إلى زواج وعلاقة نظيفة ورائعة وجميلة، والنصوص كثيرة على ذلك، على رأسها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، الزواج سكن ومودة ورحمة. الذي يريد أن يطبق أو يجتزئ لطريق بسبب أو لآخر فالمشكلة في عقله وليس في النصوص. نعم، طيب، ولكن كل ما تحدثت عنه وهذه النصوص والتي للأسف يعني هناك فرق كبير بين هذه النصوص وتطبيقها وبين المجتمع وما يقوم بتطبيقه، يعني المجتمع محكوم من عادات وتقاليد تحت مظلة أنه هناك نصوص وهي غير حقيقية، ليش برأيك بيبرر المجتمع في بعض الأحيان هذه الظاهرة؟ وهل بيعتمد نفس المعايير بحال اختلاف جندر الضحية؟ جميل. طبعا، لأنه إحنا أصلا لدينا مشكلة، هذه فكرة الذكر والأنثى ليس فقط في هذا الموضوع، هذا سؤال ذكي. المشكلة لدينا في أصل التنشئة والتربية، التنشئة الأسرية لدينا فيها مشكلة، التحشيد مع الرجل، محاولة إعطاء القوانين التي تعطيه الحق بأنه إذا أرادت زوجته إذا فقدت جواز سفرها أن يكون هو موافق على تجديد السفر جواز سفر، وقد تكون هي بالغة عاقلة راشدة، ابنها ما يقدر يسافر إلا إذا وافق الزوج على ذلك، بأي حق تقول الشعر زعنفة؟ هنا إشكاليتنا، أن المنظومة كاملة الأسرية أو العلاقات الاجتماعية فيها مشكلة. التنشئة الأسرية، التنشئة التربوية، كثير من هذا الكلام، الأفلام والمسلسلات التي تظهر الرجل أو تظهر المرأة أو تنظر هذه العلاقات الاجتماعية من أسوأ أبوابها أو من يعني بشواهد وأمثلة في غاية السوء. فالتنشئة والتربية العربية بمجملها هي التي أوصلتنا إلى هنا. وللعلم الرجل ضحية كما هي المرأة، لأن الرجل الذي يقوم نعم، ولكن هنا سؤال، أنا أريد أن أتحدث عن موضوع الضحية ليس لأنه هو نتاج عادات وتقاليد، أنا أريد أن أتحدث أنه هو ضحية أيضا لأنه في بعض الأحيان هناك حالات بأنه هناك اغتصاب أيضا زوجي للرجل. اغتصاب زوجي للرجل، أنا أظن أن الاغتصاب الزوجي هنا ليس بالمعنى الفعلي، وإنما بالمعنى أنه هو أي شخص يستبد، أي شخص يعنف أحد هو شخص ليس سوي نفسيا. نعم. أي شخص يقوم بأخذ حقه الجنسي أو هذا بطريقة غصب هو شخص يجب أن يراجع طبيب نفسي. هذا يعني نناقشه، أنك أنت ضحية يجب أن تعالج، ليس أنه ضحية يا حرام ومسكين وغلبان، لأنه لا نناقشه، إن إحنا نحزن عليه، إحنا نحزن على حالته أن يذهب يتعالج. نعم. ونحزن بزيادة على الفتاة التي تقبل ذلك تحت أي ذريعة كانت. وهي قضية يعني بالأساس هي قضية يعني يغلب عليها العنصر النسائي ربما، يعني الغلبة للنساء فيها بشكل كبير، يعني حتى نكون دقيقين في هذا الموضوع. لماذا تتردد برأيك بعض السيدات في الحديث عن تعرضهن لاغتصاب من قبل الزوج؟ أولا الجهل، هي تجهل أن هذا ليس حق له أن يعني يغرمها على ذلك. الأمر الثاني وهو في غاية الضرورة غياب أيضا جهلها القانوني في هذا الموضوع، إذا تعترض ترفض هذا الأمر كله. الأمر الثالث، يجب أن تعرف من البدايات الشخص الذي يعنف لفظيا في الخطوبة ويعنف نفسيا ويقاطع بالزمن ويملي عليها شروطه في فترة الخطوبة، هذه كلها إشارات على الطريق، انتبهي لن يكون الزواج سليما، انفدي بريشك من البدايات. لكن عندما هي تطيع في البدايات على أشياء بسيطة وتعدي علشان العريس ما يطير، والله يجعله يطير إن شاء الله وما يهدي، هنا هي المشكلة. فنحن نصل إلى زواج فيه مشاكل كبيرة جدا، هي تسكت لأنها تجهل ذلك، تسكت لأنها ربيت ودرست أن البيت وإن كان كرتونيا أو ديكور أفضل من الطلاق، وهذا الكلام خاطئ بالمطلق، فالطلاق أفضل من الزواج الديكور. نعم، طيب، هناك توابع وتبعات سلوكية على الزوج أو الزوجة المتعرض لهذا الاغتصاب الزوجي الذي نتحدث عنه، هل لك أن تضعنا في هذه السلوكيات؟ ما هي وما هي تأثيراتها أيضا على العائلة، على الأسرة، على الأطفال؟ تمام. أول خطوة، الموضوع هذا لا ينتهي، الذي يعنف مرة سوف تتمدد دائرة سطوته على كل الأشياء الأخرى، الذي يعنف في الجنس سيعنف في الحقوق المالية، سيعنف في الكلام، سيعنف في العمل، سيعنف في أي شيء، فهو شخص لديه عنف مركب، هذه القضية الأولى.
قضية ثانية أيضا وهي مركزية، أن الأطفال لن يخرجوا أطفال ناضجين، الأم لن تكون ناضجة وسوية في تربية أبنائها على حقوقهم وعلى مفاهيم الكرامة وعلى مفاهيم أن لكم حقوق وواجبات وحقوقكم مقدمة على الواجبات في الحياة. الأمر الثالث وهو في غاية الضرورة أن نعلم أبنائنا الثقافة الجنسية، وللأسف الآن سيخرج علي أشخاص يحدثني أنت مين وراك ومنظمات ومين أنت، لا ببساطة متناهية الثقافة الجنسية، ثقافة ليلة الدخلة، ثقافة ليلة البناء، ثقافة العلاقة الجنسية مهمة جدا. ولو ذهبنا وسألنا بعض الأطباء والممرضين الموجودين في غرف الطوارئ يعني لشفنا حوادث ومشاهد مرعبة جدا في هذا الموضوع. وهذا الموضوع مهم، لماذا؟ لأنه يترتب عليه كل تفاصيل الحياة، كل تفاصيل الحياة التي لا تشبع جنسيا بطريقة جميلة وأنيقة. والرجل نفس الشيء الذي لا يؤدي إلى الإشباع الجنسي لديه بشكل لطيف وأنيق سوف يؤدي إلى مشاكل في عمله، سيكون عنده مشاكل في الهرمونات، سوف يكون لديها مشاكل في حياتها في عملها في علاقاتها، وسوف يظهر هذا في عيونها وفي حياتها وفي مشيتها وفي أدائها وفي إنجازها. نعم. هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا التي يجب أن تفتح جراحها وتنظف ويقطب بشكل ذكي من شخص متخصص. وهذا الأهم كما تحدثت دكتور خليل، ولكن الموضوع كما تحدثت بالبداية هو نتاج عادات وتقاليد وطريقة ربما تربية خاطئة. من المسؤول عن إصلاح مثل هذه الأفكار الخاطئة بالمجتمع؟ هل هو فقط دور على بعض المؤسسات التي تنتشر هنا وهناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما هذه المؤسسات تكون يعني معلوماتها غير صحية أو غير طبية بشكل كبير؟ من المسؤول عن إصلاح مثل هذه الأفكار الخاطئة؟ أول حد الإعلام. كم برنامجا في الفضائيات الكبيرة مثل فضائيتكم يفرد أوقات للحديث عن الثقافة الأسرية والثقافة التربوية وكل تفاصيلها؟ الإعلام في مبدأ القول ومنتهى، سواء كان الإعلام الافتراضي وهو لم يعد افتراضيا أو هذا الإعلام المرئي والمسموع. المدرسة والتي يوجد فيها مواد تقدم أو تحذف هذه الوحد المطلوبة والمهمة في بعض الدروس خوفا من الأستاذ على حياء الطلاب، ولم يعلم أن الطلاب قد تجاوزوا الجميع في مثل هذه القضايا. الأمر الثالث خطباء المساجد الذي يقدمون على المنابر ويستطيعوا أن يشكلوا أفكار الناس فيقدموها من خلال الوعي والنضج والدراسة واستشارة أهل العلم والاختصاص. الأمر الرابع وهو في غاية الضرورة، المجتمع ككل يجب أن يشتغل على ذلك. الدول عندما شعرت بمشكلة في كورونا قضت بقضها وقضيضها من أجل اللقاحات ومن أجل التباعد ومن أجل إعطاء مخالفات للأشخاص والتوعية والتثقيف، حتى في سنة ونصف استطعنا أن نحصر هذا المرض في كثير من الدول. نعم. ونفس الفكرة، عندما نشعر بالخطر الحقيقي لمثل التوعية الجنسية والتوعية الأسرية سوف نشتغل بشكل حقيقي، ولكن للأسف نتعامل مع هذا الموضوع بشكل ترفي أو بشكل أنه عيب وما يصير ومع الأيام يتعلموا. إذن المستشار الأسري التربوي الدكتور خليل الزيود، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والنصائح، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، مرحبا بك دائما.